السلام عليكم، مرحبا بكم. بطبعكم أنيسة، صحة رمضانكم إن شاء الله هي العادة لكم بالصحة والهنا وعلى كل الأمة الإسلامية. اليوم رح ندير لكم روتين يومي في عيد بط وصفات. اليوم النهار الأول تاع رمضان طيب بزاف بزاف، ومع الأخر تاني تك حصلت روحي في حاجة ما كاش لازم نحصل روحي فيها. ألوغ رح نبدا. أول حاجة رح درت الورق تاع ديول، درت هنايا كاس ونص تاع سميد مع قرصة ملح، كذلك مع كاس تاع فارينة كيلو بي من حبيتو نفس المقادير، مع تقريبا 3 كيسان كبار تاع الماء. انا هنايا ديول من بدات كورونا ما وليتش كامل نشريهم، لا نشري هادوك كاشتي تاع الكاشتي، هادوك ما يعجبونيش صراحه، نحب نخدم هادوما في الدار تاع البانسو تمتم نخدمهم ما يطولوليش، وشنو يحبوا يريحوا لازم العجينه تاعكم تريح. وتانيتك هنايا ندير الماء على العجينه تاعنا او عفوا الخليط تاعنا تاع ديول، تقدروا ديروا غير الفرينه وحدها كذلك تصلح لكم. وثاني حاجه تقدروا تستعملوا هذيك الفشفاشه. دوك انا ديك الفشفاشه يعني شريتها باش نخدم بها ديول، مع الاخر خدمت بها حاجه تخلف. هنايا راح خدو ان شاء الله ولا نعاود نشري واحده اخرى. المهم هنايا راح ندير الماء، تقدر تصلح لكم هذه الطريقه ويجيكم ديول هايلين وبنان وهايلين، دائما نديرهم يعجبوهم في الدار. وشنو هنايا كما راكم تشوفوا نخلط هذيك الماء تاعنا، قلنا ندير 2.5 كيسان تاع الماء، نفس الكيل اللي كيلتو بها تكيلو بها السميد كيلو بها الماء. انا هنايا لك بعد ما مزجنا الخليط تقدروا تصفوا الخليط في صفايه، انا صفيته في صفايه ديك تاع الحديد وراح نحطه يرتاح. شوفوا قد ما يرتاح، انا هنايا درته يرتاح ورحت خرجت كان عندي خدمه شويه برا، دونك بعد ما خليته يرتاح 2 سوايع هكذا كل 3، بعد ما عدت رجعت لقيته مرتاح لي ما شاء الله 4. شوفوا كيفاش ارتاح لي. هنا زدت له غير شويه ما باسكو هذاك السميد يشرب والفرينه تشرب، يعني زدت له غير شويه هكا حوالي ربع تاع كاس الماء اللي كيلنا به. هنا مش راح نعطيكم قيس تاع الكاس، يعني اي كاس درتو به يصلح لكم، فقط تبعوا المقادير. قلت لكم كاس ونص تاع السميد مع كاس فرينه مع 2.5 كيسان كبار تاع الماء، بعد ما يرتاح نضيفوا له شويه ما باش نخفوه. قلت لكم تحبوا تخرجوه في الصفايه تاع الحديد خرجوه عادي هكذا باش يجيكم هذاك ما يجيكمش يابس. هنايا مقله ما تلصقش، دهنتها بشويه زيت باش نتجنبوا انه تلصق لكم، نسخنوها مليح ونحوا هذوك ديول تاعنا. بعد ما كما شفتوا واسيتهم بالبانسو هذاك رفدتها حتى تنشف لكم كامل، ما تخلوهاش تيبس يعني حتى تشوفوها نشفت كامل نرفد هذيك. من احسن انكم نستعملوا الطابونه، لانه الطابونه سخن لي كامل المقله تاعنا. انا درت لكم في الكويزينير باش تبان، باقي الكميه كملتها على الطابونه. هنا جهه اخرى نطيب ماشطو، ندير جواز ماشطو باسكو ماشطو نموت عليه وحاجه فيها الالياف. اول حاجه راح ندير نغلي الماشطو تاعنا في شويه تاع ماء، واحد 2 دقائق 5 دقائق يغلي لي 2 غليات. ندير كامل الكميه تاع الماشطو بعد ما نقيتها، حابه تكون طويله ما نقطعهاش على 2. بعد ما تغلات لي 2 غليات راح نحي هذيك الماشطو ديالنا ونحطها في الماء يكون بارد، من احسن باش تحافظنا على اللون الاخضر تاعها. راني درت لكم وصفه تاع ماشطو واحده اخرى باللحم ثاني تجي هايله، هذه راح نطيبها لكم باللحم. نفط الطنجره تاعنا راح ندير شويه بصل مقطع مكعبات، نقليه شويه في شويه زيت، راح نديرو ندير شويه ثوم. تقريبا نفس الطريقه الوصفه اللي درتها لكم الفيديو اللي قبل هذايا، يعني هذا واش طيبنا الاول تاع رمضان. درت هنايا الرند زعيتها، كذلك ملعقه تاع طماطم مصبره. طماطم مصبره كيما دائما نقول لكم نخدمها في الدار. هنايا الماشطو تاعنا راح نقليها مليح في هذيك البصل مع الاخر ونغطيها. بعد ما تقلات لي مليح كيما راكم تشوفوا نمرقها بالماء، اللي حبي يطيبها تمتم يستعملها في الكوكوت يعني كيما تحبوا. كيما راكم تشوفوا نغلق النجره تاعنا ونخليها طيب حتى ما تعقد لكم العصوص، واحد 30 دقيقه ونطفي عليها. نرجعها واحد اخرى ندير روز طيبته شويه، كما شفتوا في اول فيديو درت كسرونه فيها شويه روز مع درت الماشطو. هنا هذيك الكسرونه صفيتها تاع الروز، طيبته نص طياب فقط، ندير له هذاك
عندي فيون داشي اي كذلك توم ملح فلفل اسود ومعدنوس وملعقه تاع خردل او موتارد نمزجهم مع بعض ونزيد لهم صغار بيضه ونعجنهم مع بعض ملح لانه مش راح نعجنهم هكذا ملح لانه مش راح نديرهم ديبول ولا فقط انه راح نروليهم كما راكم تشوفوا نديرهم في ورق بلاستيكي نروليهم بحال كيما الكاشير ولا تكونوا حديروا رولي محشي ولا تلقاو بزاف وصفات في القناه تاعي دخلوا في القناه وشوفوا اي وصفه عجبتكم الوصفات كامل ناجحين ويجيكم حيلين ما شاء الله هنايا كما راكم تشوفوا نسقموه هكذا مليح ونحطوه اي فرن نطيبوه على البخار بعد ما نطيبوه على البخار نقليه شويه فتاع شويه زيت ولا زبده هذا ما كان بالنسبه هنا راح نحضر الحشوه تاع ديول تاعي عندي بطاطا كنت فورتها ولا مغليه درت لها زيتون اخضر زيتون اكحل كذلك معدنوس حشيشه جبن مبشور وكذلك ملح وفلفل اسود نخلطهم مع بعض لافخس تاعنا راهي جاهزه حتى اكوتي هنا ملك ديول تاعي نحشيهم بهذيك لافخس لافخس بنينه انا ما نحبش لافخس نحب كيما ندير ماكله بلا لحم ولا بلا دجاج لافخس تاعي تاع ديول نديرها بالدجاج ولا بالطون ولا اي حاجه مي اذا درت حاجه فيها الدجاج وشربه فيها اللحم ما نحبش نكثر بزاف من اللحم كل حاجه نديرو فيها اللحم هكذا اصلا ندوخو نكمل كامل الحبات تاعي كما راكم تشوفوا هاد الشكل ما كنت تكون عندي عرضه ما نديرش كل حاجه فيها لج نحب نبدل التنوع تنوع اهم حاجه في الطياب هذه هي وحنا علاش نديرو قنوات اما نستفادوا من بعضنا نستفادوا من الوصفات اللي مع بعضنا ونستفادوا من الافكار تاع بعضنا هنايا بعد ما كملت كامل الحبات تاعي نقليهم ونخليهم صفيه هنايا راح نحضر الكراتا تاعنا الكراتا اللي راح تجيكم بيزار كيفاش في رمضان هنايا الكراتا هذه جابوها لي قرنينه من قرنينه باش كاين ولايات الاخرين شي يقولوا لها جابوها لي من قبايل دونك راح نطيبها في رمضان الاول تاع رمضان باسكو نحبها كراتا بزاف بزاف تبنينه هنا عندي كورجيت وكذلك زروديه قطعتهم مكعبات عندي المعدنوس افرمته مكعبات هنا اول حاجه راح ندير طاجين الحلو طاجين الحلو اللي نطيبوه يقعد لنا شهر كومبلي رمضان مي انا لا لا طاجين الحلو ما يقعد ليش شهر رمضان زوج يومين ثلاث ايام نطيبوه باسكو في الدار ياكلوا طاجين الحلو عندي عندي وصفه تاع طاجين الحلو بالتفصيل هي تلقاوها في القناه راح ندير لكم خفيف درك باسكو هذا روتين ماشي تاع وصفات راح نقلي الزروديه تاعي اللي قطعتها دوائر اللي راح نديرها في الكراتا الطاجين الحلو درت في كسرونه درت فيها الماء ودرنا فيها الزيت هنا بالنسبه هذيك القرنينه تاعي كما راكم تشوفوا غسلتها ومقطعه ومليح ومنقيتها وفورتها يعني ولا غليتها عفوا انا في الماء مع شويه قرص واحد ربع ساعه كي غير ما طابت لي نحيتها وصفيتها هنا قلت لكم طاجين الحلو درت اول حاجه الماء يغلي مع برج تاع قرص هذه هي وهنا راح نحي هذيك السروديه تاعي اللي كانت تقلات كامل نقلوها مليح هذيك السروديه حتى طيب كتشوفوها طابت معناتها تقلات زيد ندير هذيك الكورجيت تاعي تتقلى وزدت تقليت البطاطا دونك هنا ما درت لكمش في الفيديو التفصيل فقط انكم تدوا افكار حول واش طيبت في نهار الاول تاع رمضان هنا ندير هذيك الزبيب يطيب لي اول حاجه نطيب لي الزبيب هنا المشمش ما جابوليش المشمش المجفف دونك راح نستعمل فقط المشيمشة هنا شوفوا درت هذاك الزبيب تاعي درت له العينه العينه كنت شمختها في الماء كما شفتوا مع الزبيب شمختهم بعد طلقتها مع الاخر مع الزبيب تطيب غير شويه هكذا ونحيها هذا ما كان هنا بالنسبه للكراتا تاعي واش راه عندي بطاطا مقليه مكعبات كذلك الزروديه مع الكورجيت القرنينه تاعي عندي فرماج المول وكذلك صوص بشاميل صوص بشاميل كيما على بالكم ندير لها زبده زيت فرينه وكذلك الفرماج والحليب والفلفل الاسود والملح هذا واش نستعملوا في البشاميل اول حاجه نقلي في الزيت شويه هذيك القرنينه تاعي نقليها ضفت لها بيض بيضه مع المعدنوس نقليهم شويه كذلك حتى داك البيض البيض البيضي يطيب لنا ضفت لها كذلك رشه فلفل اسود دائما الفلفل الاسود نطيبو به باسكو يعطي نكهه ولا ارواح في الطياب نضيف عليه ديك الخضره اللي قليتها اللي قلنا هي بطاطا زروديه كذلك
الكورجيت، نعمر هذيك ليمون تاعنا الحشوه كما راكم تشوفوا، نزيد طبقه من البشاميل ليمون تاوعي، ونزيد طبقه من هذيك الجرنينه اللي درتها مع الخضره المقليه. هذا الشكل نزيد من الفوق طبقه من البشاميل، ندير طبقه من الفوق من البشاميل وندير لهم الفورماج ونحطهم يطيبوا، يطيبوا غير من الفوق، نحمرهم غير من الفوق ما نشعلو لهمش من تحت، فقط انه كل حاجه عندنا طيبه نحب غير يتحمر لي هذاك الكراتا تاعنا. هنايا انا الخبز ما لقيتش في الدار وما شريناش، وماما ما تاكلش الخبز، دونك شمرت على ديا ودرت لما طلع مزيه. جات اختي طيباتو لي باسكو كنت ميته بالعيا، انا عجنت واتيتو هنا لك. بعد ما كملت وجدت كلش، ما قدرتش نفيلمي لكم كلش باسكو تعرفوا لا بريسيو منا ومنا. هنا لك الشوربه دي طيبتها اختي، كذلك راني حطيت لكم الشوربه تاع المرمز تاعنا، حنا نديرو تاع المرمز ما نديروش تاع فريك، متجي بزاف بزاف بنين هذه الشوربه، ما كاش اللي ما داقهاش وما عجباتوش. هاي درت لكم الوصفه كذلك تلقاوها، شوربه تاع المرمز تاع مطبخ انيسه. هذيك الكراتا تاعنا بعد ما تحمرت عندي يعني هنايا الحميس، وجدتو الحميس تاع كيما كامل تعرفوه، نحط لكم الوصفه معاكم. كذلك هاوليك طاجين الحلو بعد ما طاب لي، هنا عندي قرنون غليتو، كذلك هاوليك الجباز تاعي بعد ما طاب، الطاجين تاعنا تاع قدمته مع شويه فريت، وهذاك قطعته مرصوات، هذه هي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هنا. بالنسبه للسلطه تاعنا درت البيطراف، درت سلادة وخيار وكذلك. اذا حابين شوفوا المطلع تاعي جاني خفيف، درت شويه مزروب صح جاني ما شاء الله. هذه هي كان اطباق تاع نهار الاول تاع رمضان، البوراك يجي مقرمش ما شاء الله قليتو كيما راكم تشوفوا. طاجين حلو تاعي هلي قدرت له التفاح والمشمشة، المشمشة والتفاح ولاكم حايبين نوريكم الطريقة انكم تخدموهم تحتفظوا فيهم في علو. كنت طيب انايا الحلو تاعي نديرهم غير من الفوق، ما نطيبهم ما والو، نطيبهم وحدهم ونحتفظ فيهم في علب في الثلاجه. راح اذا هيكم حابين ندير لكم فيديو عليهم كيفاش تحتفظوا عليهم تزينوا فيهم فقط. يعني هادو ما نديرهم تحضيرات قبل رمضان، وما درت لكمش تحضيرات قبل رمضان لانه دو صوالح ما على باليش، ولا نتوما تحبوا نشاركهم معاكم ولا لا لا. دونك هذه هي كانت الاطباق تاع اليوم. هذا الجواز بزاف بزاف بنين كما قلت لكم، هذاك الرولي قليته في شويه زبده في المقله بعد ما تحمر لي، خليته ريح شويه من بعد قطعته. تحبوا ترمدوه في الفرينه ومع في البيض مع في لاشابلوغ، كذلك حياتكم نتيجه افضل، تقطع لكم خير من انكم تقطعوه ديريكت، مي هكذا كنت تقطع لي لاباس به. الكراتا تاعكم نحمروها من الفوق، تقدروا ديروا معاها الدجاج ولا واش اسمه فيونداشي ولا بولياشي كيما تحبوا، الحاجه اللي تساعدكم ديروها والمقادير اللي متوفرين عندكم. مي كراتا قرنينه بزاف 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 بنينه، ما كاش اللي ما داقهاش وما عجبتوش. بالسلطه تاعنا هنا التزيين بسيط جدا درتو، تقدروا تزينوا كيما تحبوا الحاجه اللي عجبتكم. انا الشوربه نحبها بالقارص، يعني كي نسقيها ندير هذيك القارص، نعصر لها قارص مع البوراك تجي بزاف بزاف بنينه. ايا نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم، ما تنساوش شوفوا كيفاش خفيف المطلع تاعي، بلوتون درتو مزروب وهكذاك وجاني هايل. وشنو مش تمدا مخمر لي، درت تحتو ما سخون ودرت من الفوق الجفنه تمتم مخمر لي وهكذاك، ودرتو بالنخاله، درتلو شويه نخاله وسميد وفرينه. المطلع كذلك هنا طيبتو في الطاجين كما شفتو، مي هكذاك وجا هايل. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى ونتلاقاو، اذا عجبكم الروتينات ندير لكم روتينات. بيان سور ما تنساوش ما تشتركوا، تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وحطوا لي تعليق، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى ومع فيديو واحد اخر غدوه ان شاء الله. هيا سلام.